بتشوفكش من عيني. انا قعدت في المكان ده اكتر من شهر، متخيلين؟ صور فيه فين دي؟ بص في ايه؟ بص يا بتعمل ايه؟ يا لهوي ايه ده عيط ده؟ يعني جود وايسل وادم حالا هينزلوا ويشحطوا من الناس في الشارع، واحنا كده كده اصلا في الشارع، وهنشوف مين فيهم هيجيب فلوس. لا ربنا يرزقك يا بي وبعيالك. ربنا يرزقك يا رب وبعيالك ومراتك. انت بس في الكومنتات مين اكتر حد لايق عليه بتاع يمسح عربيات؟ والله انا لايق علي عربيات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هيعيدوا غد 5 يا جماعه، قدوم العداد بتاعنا هيعيد. انا عيد ادون عيد غد 5. كل الناس تعمل لايك. الفيديو اللي فات ما جابش لايكات خالص واحنا زعلانين. اميات والضيص وديت عشان كل جديد يا جدعان. اقسم بالله بص الله اكبر. عايز كل الناس في الكومنتات تكتب لادم بنحبك يا دوما وربنا يشفيك يا دوما. احلى دوما في الدنيا. عيدوا لهم غد 5. يلا يا باشا. واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة أسا خمسة. يا دوما يا جميل. يا اعملوا لايك. الناس كلها تعمل لايك. تعرفين الساعة كام دلوقتي؟ اهو 56 دقيقة الصبح. 56 دقيقة صباحا. الفجر لسه مأذن بشوية. عايزين يناموا. بس احنا النهاردة هنعمل تحدي 24 ساعة في مكان مهجور اللي هنصور فيه مسلسل أسرار الشوارع. النهاردة هتشوفوا كواليس المسلسل، وبالمرة هنعمل تحدي 24 ساعة. يعني عايز أقول لكم على حاجة، يعني جيو دلوقتي اللي انت شايفينها الكيوتة الجميلة دي وأيسولة الجميلة دي وقدومي الجميل ده هيبقوا أطفال شوارع. هتشوفوا شكلهم هيبقى عامل ازاي، شكلهم هيبقى مختلف. احنا بنعمل بروفا للمسلسل، وعايز اقول لكم على حاجه، الفيديو دوت متصور يوم الجمعه الصبح، لكن هينزل لكم يوم السبت، فهيكون مسلسل اسرار الشوارع، نزل. فدلوقتي كلكم لو رحتوا على قناه الكابيتانو دراما اللي فوق دي هتلاقوا الحلقه الاولى نزلت من مسلسل اسرار الشوارع، فكل يروح بسرعه بعد ما يتفرج على التحدي الجامد قوي ده. وهتشوفوا كواليس جامده جدا جدا. ودوسوا على رجل مش انا اسف. عايز كل الناس تعمل لايك يا جدعان ونتفرج بقى مع بعض دلوقتي. اول حاجه هنعملها هنغير لبسنا الجميل ده للبس اطفال الشوارع، وانا هبقى القائد بتاعهم اللي بسرحهم ونشوفهم هما بيشحتوا. لا لا ايه؟ انا هنشحت. 24 ساعه هيمسحوا عربيات وهيبيعوا مناديل وهيشتغلوا شحاتين. يا 24 ساعة هيمسحوا عربيات وهيبيعوا مناديل وهيشتغلوا شحاتين. النهارده ده التحدي، واكتر واحد في الكومنتات الناس هتقول ان هو كان شغال بضمير واشتغل صح ومسح عربيات بذمه عربيات الناس. وباع مناديل، واكتر واحد هيبيع مناديل ويجيب فلوس بايديم هديله 10,000 جنيه. دي بصوا كده، دي تعالى تعالى اقف هنا كده. وقف هنا كده. وقف كده جنب بعض. بصوا الحركه دي يا جماعه. واحد اثنين ثلاثه زيو. ايه رايكم بقى؟ دي هدوم الشغل النهارده. دي الهدوم اللي هيعملوا بيها مسلسل اسرار الشوارع واللي هيعملوا بيها تحدي النهارده. بس اهم من ده كله لسه برضه شكلهم كيوت صح؟ شكلهم لسه كيوت. انا ما بنساش، انا هحضر كل حاجه. ليه كده؟ ويجي كوكو بيكو اللي كويكو ولا كوليد يا مرابات سامبو تمبرا بانسان كوكي. اصبري بس اصبري بس قولي كده قولي يا جماعه. اطفال شوارع لازم يعني نظبط الشغل. قولي كده يا حبيبتي. يوم 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 قولي كده شكلي. صباح بقى. خد سن يو. خلاص يا بابا. ولبسنا لبسنا وايدينا وايدينا وايدينا. لبس لبس عيني. اللبس انا بوظته خلاص. هو بايظ بايظ. دي ليلة سودا النهارده. ليلة سودا. العيال شكلهم كيوت برضه. ده دم كنت حابب بس كده. بس ده دم
دخل بعيني. ده دوم ماتش. دوم الماتش؟ اه. كان زمان انتوا النهارده اطفال. تديني. تعالي انت تعالي شكلك نضيف تعالي. خدي كده. ده جديد. لازم يبقى دي تحدي. ده جديد. ده جديد؟ اه. طيب نخليها دي يا قلبي. وان. ادم برضه شكله نضيف. خدي ادم حبه في مناخير. انا كنت جبت مسكره وعملت وشي كده 2 3 2 1 خد ادم لسه نضيف خد هدومه استنى بس يا لهوي ايه ده ايه ده عيط ده اطفال شوارع يا جماعه ده تحدي لازم يبقى قد انت عايز ابصي تعالي حطني ميو ميو بيعمل صوت للمونتاج بقى الكاريزما باظت يلا ايديكوا بقى ايديكوا 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 ايوه كده ايوه كده معلش ايه يا بابا ده يا بابا عيش عيش شوارع حطيلي في ايدي دي فين هنا؟ دي كده طالعه من تحت عربيه كانت شغاله ميكانيكيه مش اطفال شوارع خالص ده كواليس المسلسل اهو بنوريكم كواليس ايدك ايدك خدي خدي هاتي ايدك يلا خدي يلا زيني بقى بصوا لازم نبقى قد التحدي لازم نبقى قد خدي يلا كده وش اقف كده يدومه كده انت كده بنت في الشوارع امسك كده كل حاجه بنظبطها اسرح بص بص ايدي عامله ازاي مين وريني كده وريني خدي خدي حبه خدي خدي حبه بص يا شيخ ايه ده؟ ده يا من ايه انا؟ والله طلع من تحت عربيه استني كده وريني ايه؟ بصلح عربيات شيكو كده في المشهد كده شكله بقى طفل الشوارع اه ده بترول دي ظبط وريني كده شكلك كده نجيب وريني شكلك بصي كده بص كده يا ادم ها شكلها ايه؟ فيريكوت جود يا بابا البنطلون لسه نضيف جاهزين جاهزين شحاته اه مسح عربيات مناديل ونبيع مناديل اه جاهزين جاهزين انت شو راح فين يا وانا هروح كده اطلع غير انا بقى واجي لكم طبعا يا جماعه احنا وصلنا خلاص ده المكان بص اشيكوا وريهم ده المكان اللي احنا هنصور فيه المسلسل بتاع اسرار الشوارع ده المكان اللي احنا موجودين فيه طول المسلسل وهوريكم دلوقتي المكان اللي احنا هنقعد فيه طول المسلسل والمكان اللي هم هيناموا فيه ويعيشوا فيه المكان يعتبر زي مهجور زي ما انتم شايفين كده المنظر جوه اصلا كمان لما تخش جوه المنظر مرعب جدا جدا تعال بس ننزل الناس المتسولين دول يلا اول واحده معانا استاذه ايه ده؟ ضيعت المناديل وبعد كده اخونا السايس ادم وبعد كده اختنا مديحه في النيحه يلا خلاص 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 انزل 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 خلاص بنهزر معاك بنهزر مديحه يلا يا مديحه مين دلوقتي اللي هيمسح عربيات انا عندي خدي طب يا مناديل انا عندي عربيات لا انا شغلي عربيات انا شغلي عربيات مسح وانت ايه؟ مش هتعبني وانت مناديل بقول لكم بقول لكم بقول لكم يا جماعه الناس في الكومنتات تقول لنا تقولوا لنا كده رقم واحد قولوا لنا بس في الكومنتات مين اكتر حد لايق عليه بتاع يمسح عربيات؟ والله انا لايق عليا عربيات طب ومين اكتر حد لايق عليه يشحت من الناس ولو فعلا شحت الناس تديله فلوس كتير بشكلهم ده خد هنا بس تعالوا نمثل اننا صاحب العربيه مثلا وانتوا بتقولوا لي بتحايلوا عليا هناخد واحد شيكو هناخد واحد واحد نشوف مين فيهم احسن واحد بيعملها ماشي يلا ايس الصغير الكبير ماشي يلا ايس الاول تعمل كانك بتحايل عليا انا عايزه فلوس اللي هيقنعني هشوف مين هيقنعني يديله فلوس يلا نعم يا حبيبتي عايزه فلوس عايزه ايه؟ فلوس؟ تدعي عليا ماما بس كده عرف ده ده دي واحده قدام يا جماعه حد يديها جنيه الازاز يا ماما بالراحه فيه ايه؟ ما انا اسفه معلش انت مين يا حبيبتي؟ طب ما همسحك بس العربيه يا مش عايز امسحها لسه هي لسه انا هضفها لك والله والله ما تخافش والله انا هضفها لك كويس
يا حبيبتي عامله الساعه من المغسله يا ماما. لا هنضيفها لك هنضيفها. استغفر الله العظيم يا رب. انت عيله ثقيله يا بنتي، معيش فك انا. ايه عايزه ايه دي؟ ربنا يكرمك يا رب ويخليك ولاده جدع. مش متجوز انا، مش متجوز. ربنا يرزقك بنت الحلال. مش عايز اتجوز. ربنا يجزاك من نعيم. يا ستي فقران وشغال عليها اوبر وكريم. ربنا يديك اكتر واكتر ويديك كل اللي انت بتمناه. تعالى سقيلة يا بيت، خدي خدي اهو فلوس، دي مش فلوس، دي فلوس اهي، جنيه وجنيه ورق اهو، خدي اتكل على الله. ربنا ما يزودكش من نعيمك. والله ما اقصد، والله العظيم ما اقصد. انت عارف انا اقصد عديتها هنا، انت كنت بتمشي يا من المسلسل. طبعا يا جماعه استحملهم عشان دي كلها تدريبات عشان المسلسل بتاع اسرار الشوارع على قناه الكابيتان ودراما، فاحنا بنعمل كده. مين احلى؟ بس انت برنسيس. بس لسه هنشوف مين اللي بيعمل دي الاحسن. يلا دوما، نشوف دوما. خلاص البنت ايس الفوطه بتاعتي، والله دي اصلا عاملها جرا جت كده. تقمصت الدور جامد. يلا يا ادم امسح، يلا شوفوا ادم يا جماعه. يلا يا ادم امسح. ايوه عايز فلوس؟ اه. عايز كام فلوس؟ 1000 جنيه. كام؟ ليه يا عم بتعمل ايه يا عم عشان 1000 جنيه؟ مش انا لسه ماسح العربيه، اتكل على الله. انا عم عربيه. يا عم مش عايز عربيات، لسه مخلصان، اتكل على الله يا ابني. ماشي. واد محترم قوي. طب كمل مسيح طيب. غلبان قوي غلبان. تعالى يا جماعه كده خلصنا من مسائل العربيات، تعالى بقى نشوف مين اكتر حد هيقدر يبيع مناديل للناس. يلا بينا دلوقتي يا جماعه، دول ايس الباوا بتبيع لي مناديل، لما نشوف. اه يا حبيبتي ماشي انا جاي اهو. مناديل يا بنت؟ مش عايز يا حبيبتي. مش البرد يا بنت؟ مناديل. ما عنديش برد يا ستي. طب ليه وانا بقول لك اشتري ايه؟ مش عايز مناديل. معاك 1000 وشكلك غني اهو. شكلي غني انت مالك انت؟ خد مناديل. مش عايز مناديل، انا مش عامل بيع المناديل. خدها. انا مش عايز مناديل عشان لو جالك برد. بس انت هتجيب لي برد بالعافيه، انا مش عايز مناديل. طب خليها معاك لو عندك. ماشي شكرا يا ستي. طب والباقي فلوس. ايه؟ هي ايه اللي بفلوس؟ ايه المناديل دي بفلوس؟ اه. ماشي مش عايزها. ايه يا حبيبتي؟ اه بموت فيكي يا قلبي. حبيبتي؟ بموت فيكي؟ اه يا روح. طب خليك مع مراتك انت بقى اللي بتحبها. طب بقول لك ايه، هاتي مناديل، هاتي. ربنا يرزقك يا بيه، خليك عيالك ومراتك وكل حاجه. دلوقتي خليك عيالك ومراتك وكل حاجه؟ فين الفلوس؟ هاخد منديل واحد وستي. خد الباقي. مش عايز يا ستي وعافيه. خدي خدي يا اختي. جنيه؟ اعمل ايه بالجنيه انا دي؟ ايه تعملي ايه بالجنيه؟ جنيه عايز ايه تاني؟ اشتري بيها البان انا ولا ايه؟ اشتري بيها اي حاجه يا ستي، ما تبقيش لمده وتكلي على الله. اشتري بيها سندوتشات دي؟ مش هتجيب اصلا سندوتش، هو ده اللي معايا. خدي خدي ده وخدي الجنيه. خد الجنيه، انت عايزه حاجه. انا بقى. يلا يلا جودي عليها الدور يا جماعه، البنت رخمه ثقيله بصراحه. يلا جودي. تعالى نشوف جودي، تعالى نشوف جودي وهي بتعمل بتبيع مناديل يا جماعه. يلا يلا يا جودي، قولي بقى في الكومنتات مني اللي ينفع بتاع مناديل ومين يمسح عربيات وكده. يلا 3 2 صوت بقى، صوت خلي عايزين جودي تركز. 3 2 يلا 3 2 1. اه يا حبيبه قلبي. اه انا واقف هنا اهو، اهو بكلمك يا حبيبه قلبي، وفي شجر وزرع اهو. يا بيه حبيبه قلبي. يا بيه كلف التليفون يا ماما. مناديل حبيبتي. عايزه ايه؟ مش عايزه مناديل انا يا ستي. معلش والله يعني عايزه استرزق. مش استرزق بعيد عني يا ماما. ماشي معلش، قلبي. شوف هتقدر تساعدني بايه وتساعدني بيه، والله عايزه بيها بس اي حاجه. مش عايز مناديل يا حبيبتي، خدي جنيه واتكل على الله. ماشي يا روحي. ايه؟ جنيه ايه يا بيه؟ جنيه في الزمن ده ما يجيبش البانة حتى. ماشي هاتيها يا حبيبتي مش عاجبك. طب والله بس عايزه افترزه بس اي حاجه. سلام دلوقتي، عايزه يا ماما؟ يعني مش جنيه يعني اي حاجه بس. عايزه انت ايه؟ طب شوفي حد تاني غيري يشتري منك، انا مش عايز مناديل، انا حد اللي كان عايز مناديل. طب يا رب ربنا يديك كل اللي تتمناه ويخليك كل اللي بتحبه ويزيدك من نعيم اي حاجه بس، اي حاجه بس كده عشان عايزه استفتح. هات الجنيه. خدي. طب يعني جنيه؟ عايز ايه تاني طيب؟ 10 حتى 5. اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي ايه؟ اه اسمي فتحية. اسمك ايه؟ فتحية؟ فتحية؟ لسه فتحية. شايفة العربية هناك دي؟ اه. جواها واحد غني قوي. روح خبط عليها هيديك فلوس كتير.
معلش انت شايفاك انت ماسك تليفون بتاع الكاميرات وعليه تفاحه ما حبش اغنى منك هنا. خدي قطه خدي قطه خدي قطه خدي قطه خدي التليفون. بصراحه البنت ايس الحلوه في المناديل بصراحه دوقا بصراحه عجبتني في المناديل. يلا يا ادم انت بيع مناديل يلا يا حبيبه قلبي. يا بيه يا بيه دي عايز ايه؟ دي مناديل؟ اه بكام المناديل دي؟ بكام؟ 10 جنيه. ب 10 جنيه؟ اه حاضر يا باشا خد امسك دي كده. طيب هات كده المناديل دي كده. ايه؟ ماشي كم مزيد يا باشا؟ بكام؟ 10 جنيه. 10 جنيه؟ امسك كده ثواني. خد 10 جنيه اهي ثانية واحدة. لما يجي كده بتجري ورايا ليه يا اسطى؟ هو انت مش خدت 10 جنيه؟ اه بتجري ورايا ليه؟ ايه يا عم في انا رايح مشوار انا يا عم ده انت راجل بارد قوي. انا قررت بقى ان الشحاته هيشحطوا من الناس بجد وهنشوف مين فيهم اكتر واحد هيجيب فلوس. يعني جودي وايسل وادم حالا هينزلوا ويشحطوا من الناس في الشارع واحنا كده كده اصلا في الشارع وهنشوف مين فيهم هيجيب فلوس اكتر. لا لا ممكن حد يحرجنا. لا ايه ممكن حد يحرجنا. يحرجك ليه انت؟ احنا لا يا خالد عشان ما حدش يكسفهم. هنهزر يا عم مع الناس. لا شكلهم دي ما الناس لو اديتها فلوس هنديها لهم تاني. شكلهم دي ايه يا ايسل بيقولوا مش حاطط من الناس عادي انت؟ لا وكمان لا الشارع فاضي. لا ليه؟ انت اصلا شكلها بعت مناديل والله وربنا شكلك بعت مناديل. ايه كده وشك؟ بص اللبس شياكه. طب ايه ده يا جماعه دي شكلها شحاته والله العظيم شكلك جميل. خدي بس طبعا يا جماعه يعني احنا يعني مع احترامنا لكل الناس اللي بتشتغل بيمسحوا عربيات اقسم بالله انضف واطهر ناس. يعني اي حد بيمسح عربيات مش بنتريق احنا بنهزر ونضحك وبنعمل مشاهد لان زي ما قلت لكم كل اللي احنا بنعمله دوت انا بعمل لهم تيست لان احنا كمان شويه هنصور المشاهد دي. يعني اللبس اللي هم لابسينه ده احنا هنصور بيه المسلسل حالا والمسلسل نزل الحلقه الاولى. يعني اللي يروح يشوف المسلسل الحلقه الاولى نزلت على قناه الكابتن ودراما. الحلقه نزلت على قناه الكابتن ودراما اللي انتوا شايفينه ده كله هيتعمل حقيقي في مسلسل وانا بمثل يعني بنمثل الدور. احنا لسه قاعدين لحد بالليل هتشوفوا لسه كواليس وهتشوفوا حاجات كتير جدا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف المكان اللي هم هيناموا فيه ويعيشوا فيه طول المسلسل وهنقضي فيه اليوم النهارده كامل 24 ساعة زي ما قلت لكم لحد ما الدنيا تليق. يلا يا ايسن يلا بسرعة دخل الحاجات دي. يلا تعالوا بقى نوريكم فين المكان اللي هنعيش فيه. المكان تحس ان هو مهجور وشكله مرعب جدا. ده المكان اللي هيعيشوا فيه طول المسلسل. تعالوا نروح نشوف المكان. يلا هنفضل ماشيين زي ما قلت على فين. تعالوا بس ده المكان ده انا هعيشهم في مكان يا جماعة 5 ستار. انتوا متخيلين بقى ان هنقعد شهر في المكان ده واكتر كمان من شهر. معرفش المسلسل هيخلص امتى اصلا. ده المكان يا جماعه اللي هيناموا فيه وهيعيشوا فيه طول المسلسل. متخيلين ده المكان اللي هم هيعيشوا فيه طول المسلسل. ايه ده؟ وده اللبس اللي هم هيستمروا بيه طول المسلسل. يعني طول المسلسل متخيلين بقى 10 حلقات 20 حلقه 30 حلقه هيبقوا نفس اللبس ده. ايه ده؟ بصوا يا جماعه المنظر عامل ازاي؟ المكان ده المكان ده بالليل يا جماعه المكان ده بالليل مرعب اقسم بالله. المكان ده هنعيش فيه وهيناموا فيه. هو ده دي السراير بتاعتهم يا جماعه. طبعا اللي شاف المسلسل فاهم وعارف دي السراير بتاعتهم اللي هيعيشوا فيها. ايه رايك يا عيسى في المكان ده؟ هننام هنا وهنعيش هنا طول المسلسل. معرفة. ايه؟ معرفة. ايه ده اللي معرفش؟ المنظر ده منظر سرير؟ ده وايه المكسور ده؟ ده سرير مكسور نصين؟ ده المكان اللي احنا هنعيش فيه. بصوا يا جماعه عايز اقول لكم ان بالليل الجو هنا بجد اقسم بالله مرعب جدا. مرعب جدا فانا قررنا ان احنا هنقعد هنا هنقعد في المكان ده اكتر من شهر. متخيلين هنصور فيه؟ ربنا يسترها يا جدعان المكان. الحشره دي فين دي؟ بص في ايه؟ بص يا بتعمل ايه؟ بص دي حشره. ايه يا بنت؟ اللي جابها هنا دي يا بنتي يا شكلها عامل ايه؟ بص شيكو بص شيكو النمله دي. بص يا جماعه النمله دي شكلها غريب فعلا. يا حاجه غريبه ده. ايه ده يا شيكو النمله ده ولا ايه؟ اتخانقوا مع بعض. انتوا بقى هتناموا هنا. دي بتموت. متخيلين ان انتوا هتناموا هنا؟ لا هو ايه القرف ده يا بابا؟ متخيلين ان انتوا هتناموا في المكان ده؟ ايه يا جودي في ايه؟ احنا بنمثل مسلسل. دي انا هفرش لكم هنا مراتب وهحط على الارض هنا مراتب يا جماعه ومخدات والدنيا هتبقى زي الفل. يعني عارف الحشرات دي اسمها ايه اصلا؟ اسمها ايه؟ اسمها ابو طاسر. اسمها ايه؟ ابو طاسر. اسمها ايه؟ ابو طاسر. اسمها ابو طاسر؟ والله اول مره اعرفها يا جماعه. الحشره دي اسمها ايه؟ ابو طاسر بجد؟ ده نمش.
ماشي. طب احنا كده يا جماعه خلصنا كده، وريتكم المكان اللي احنا هنمثل فيه وهنعيش فيه المسلسل، وهحط لكم بقى دلوقتي حبه من كواليس الحلقه الاولى. تعالوا بقى نشوف دلوقتي حالا حبه من الكواليس الحلقه الاولى. العفريت بيجي يبات هنا. يلا نوريكم حبه من كواليس الحلقه الاولى. عايز اقول لكم على حاجه دلوقتي، النهارده احنا لسه ما صورناش المسلسل، المفروض ان احنا نبدا تصوير المسلسل دلوقتي. المفروض ان احنا هنبدا تصوير المسلسل دلوقتي، عمرو وخديجه جايين وهنعمل الحلقه الاولى. طبعا هنزل لكم بقى الفيديو دوت نازل يوم السبت، لكن الحلقه الاولى هتنزل يوم الجمعه. فانا هاخد حبه كواليس كده حلوه وانزلها لكم فين؟ يوم السبت مع الفيديو دوت. يلا بينا نشوف الكواليس بتاعت الحلقه الاولى. 3 2 1 البابا حاضر وعايز اسمع صوت. هو ايه؟ مين قالك اعملي ايه؟ هو البابا حاضر مش عايز اسمع صوت بس. ايه جت منين دي؟ عادي. ايه يعني؟ يعني عادي ايه؟ ابوس ايدك. اعملي اللي احنا عايزينه. ده اول مشهد في المسلسل، ده اول مشهد في المسلسل. ركزي. يلا تاني. البابا حاضر مش عايز اسمع صوت. يلا 3 2 انت ترقصي كده جامد كده بتعقبي. يلا 3 2 1 البابا حاضر مش عايز اسمع صوت. ماشي بقى خلاص. قلنا بعد كده ايه ده؟ عربيه اهي. تقومي جري كده راح تمسح عربيه. يلا تاني 3 2 1 البابا حاضر مش عايز اسمع صوت. ايه ده؟ عربيه هناك. خدي في حد بيعمل كده. ايس ما تنجزي ايس. هات 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 دي كده. بصي ايس، بصي بصي. البابا حاضر مش عايز اسمع صوت. ايه ده؟ عربيه. ارزقنا يا رب. يلا علمي. يلا ايس خلاص، اصلا بقى لنا ساعه في المشهد ده. يلا 3 2 1 البابا حاضر مش عايز اسمع صوت. ايه ده؟ عربيه. ليه بتتكلمي بسرعه؟ طب ايه بس لما تشوف دي؟ خدي هات واحد الميه. مش هدخل كده. ازاي مش هتدخلي كده؟ مش هدخل كده انا. مين هيدخل يجيب ميه؟ هنسيب لك نضيف وجميل وعم جنيهات هنا. بصوا يا جماعه جيبي كله جنيهات. اقسم بالله بس انا حاجة بس بس بصوا المنظر متصورين فعلا بتاع مناديل. بص بص بس ثواني. ثلاثة اتنين اتفضل راح بيهم. والله ما اروح، راح زي ما انت. لا يا باي مش هروح كده والله. خش السوبر ماركت كده هاتي ميه. ايه المشكله يا عم؟ هات. عايزين المشهد ده. يلا يا بنتي المشهد. عايز اقول لكم بقى ان المشهد ده خد مننا وقت طويل جدا، بس انا اختصرت عشان الوقت وكده. تعالوا نشوفوا ايه اللي حصل. ايس اللي بهدلت الدنيا يا جماعه. شوفوا اللي حصل. ربنا يرزقك بيه وخال. لا يعني اسالك سؤال بقى صغير ليكي بقى، انا مش بهزر والله. بيخيلك عيالك ومراتك. 1 ربنا يرزقك يا بيه وبعيالك و... انت طول ما انت بتضحك انا مرضي. انت بتضحك انا مرضي والله. بس ربنا يخليك عيالك ومراتك. يلا معلش خلاص يا ايسل، ما تكون عدل يا ايسل والله. ربنا يخليك يا بيه، ربنا يخليك عيالك ومراتك. طب خلاص اخر مره. يلا ان شاء الله تقول يا سعاده انا جعانه يا بيه، عايز اي حاجه لله. يلا 3 2 ماشي. يلا روحي روحي. يلا خلاص بقى يا جماعه، خلاص بقى. يلا خلاص خلاص. يلا 3 2 1 خلاص خلاص والله خلاص والله خلاص خلاص والله اخر مره معلش. يلا اخر مره والله اخر مره والله العظيم. لو حد ضحك هيزعل والله. انا بهرج خلاص بقى شيكو بجد عشان نخلص المشهد ده. يلا 3 2 1 اهو بفتح والله الازاز. خلاص يا ايسر. يلا ايسر يلا ايسر. يلا انت اللي انت بتهزري ها ادم. خلاص يا ادم بجد والله. خلاص شيكو وحش يا جدعان. يلا والله ما ضحك. 3 2 1 ربنا يرزقك يا رب وبعيالك ومراتك. عايز ايه؟ عايز ايه وعيالك دي يا حبيبي؟ بص يا سيدي بص 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 لك على حاجه. بص انا بخلي لك عيالك ومراتك. اي حاجه لله الله يبارك لك. ربنا انا مظلوم. طب انت بتعيطي ليه طيب؟ معلش معلش يا حبيبتي. يلا ما تعيطيش. مش عارفه اقولها. مش عارفه تقولي ايه يا ايسن؟ معلش
بص يا هيسولة بي. انا مسحت لك العربية يا بيه. خليك يا بيه ويخليك عيالك ومراتك. مسحت لك العربية اي حاجة. انا عايز اكل يا بيه. عايز اكل يا بيه. عايز اكل. معيش فلوس كده اتمسح. ايسر ايسر هتعملها صح عشان محدش يضحك. يلا يلا دعايتي مصلحة. عايز حاجة بجد يا جماعة بقى. يلا ايسر روح. يلا اخر مرة والله. يلا 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 حبيبتي. يلا 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 يبقى مسلسل هيطلع على عينينا. يلا اخر مرة والله. يلا وانت تعالي كده حلو. يلا حبيبتي يلا يلا يا سوليا. جدع 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 حلو بتاعتي دي. يلا خش. يلا بس ما بقالنا ساعتين في المشهد. يلا حبيبتي. نعم ماشي. لو اتلخبطت تقف وما حدش يضحك. يلا يا سيدي هو مشهد يا حبيبتي. والله ما بهزر والله ما حد هيضحك. بس هتقولي ايه؟ ركزي معايا. انا مسحت لك العربية يا بيه. ربنا يخليك ويخلي لك عيالك ومراتك. انا ما اكلتش والله وجعان. هات اي حاجه لله كده. ركزي بقى. خرج التبان ده يا جماعه. ما حدش يضحك بقى بجد. والمصحف ما بهزر. عايزين نخلص بقى. يلا 3 2 1 ربنا يرزقك يا بيه وخير. انا اتكلمت والله ما اتكلمت. ويخلي لك عيالك ومراتك. يلا ثواني. يلا 3 2 1 انت بتبص على الكاميرا ليه؟ ما بصش على الكاميرا. بصيتي تاني يا ايس تاني. تاكل ايه؟ بص انت بتضحك ازاي؟ انت فين؟ يلا 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 3 2 1 انا عاوز اضحك ازعه. عايزين نخلص ام المشهد في يا ادم. ما تضحكش. عايزين نخلص. معلش معلش معلش. احنا هنسيب. معلش معلش خلاص. ربنا يرزقك يا بيه. ربنا يخلي لك عيالك يا رب. والنبي يا رب يدخلك مراتك. انا بس اصلك العربيه عايزه فلوس. يلا انا بكلك 30 مره. 3 2 1 ربنا يرزقك يا بيه وعيالك ومراتك. انا مسحت لك العربيه. مسحت لك مسحت لك ايه؟ مسحت لك وعيالك ومراتك. ربنا يرزقك يا بيه وعيالك ومراتك. ربنا يرزقك يا بيه. ربنا يرزقك يا بيه ويخليك عيالك ومراتك. خليني اسكت. طب ما حدش يضحك. معلش يا اسامه. يلا تاني كده جيت على اخر مره. يلا سيتو روح. يلا تاني ما تركزي. طب يلا ما تتلخبطيش. بص ربنا يرزقك يا بيه ويخلي لك عيالك ومراتك يا رب. انا بسات لك العربيه اي حاجه يا بيه كده. وانت كده يلا. يلا 3 2 1 قالتها يا جدعان. الحمد لله قالتها. طبعا عايزين تشوفوها روح على المسلسل على قناه الكابيتان ودراما وشوفوا المسلسل كامل ده. دي الكواليس بس. سقفوا لايسل. سقف لها يا ابني. روح شوفوا بقى قالتها ازاي. ده قالتها بطريقه جامده قوي وهي بتعيط. بترمي دي عليا. خد يلا بقى. استنى عشان اديك استنى عشان اديك فلوس بقى. اديك فلوس. استنى 3 2 بص يا عم خالد. 3 2 1 كاتك نيلة. ده انا بعت مناديل بعد سنتين شغل. 1 انت بتكلمي من كده يا بنت انت. حلو 3 2 1 هي حصلت ان انت شرط عليا. تاني كده 3 2 3 2 1 لا انت شكلك ما تعرفنيش لسه كويس. انا ما حدش يشرط عليا بس عشان لسه احنا لسه بدايه شغلنا مع بعض. تاني شيكو 3 2 1 لا بص يا قمر لحد الشروط ومش عمي انا اسمي لسه. تاني مش عمي انا اسمي لسه. تاني مش عمي انا اسمي لسه. تاني استنى 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 3 2 1 والنبي وندع ما تعرفش بقك كده عشان 3 2 1 والنبي يا بندق ما تعوجش بقك كده عشان انا بخير. خوفتني. بص انا بس النار دي اول مو قولي ورايا على طول ماشي. يلا شيل اسمعني الاول. انت كنت عامل كده خير. قول انا شيك وماشي. 3 2 1 الفلوس اللي انا لميتها النهارده دي محدش يجي ناحيتها. الفلوس اللي انا لميتها النهارده دي محدش يجي ناحيتها. طب انت ليه عامل بيدك كده يا خالد؟ طب ما انت قلت انا قلت انت هتعملها تشيلني. لا انت مقدمها قوي. طب يلا ما مش هتكلم ما هبقاش ايدي اصلا. يلا 3 2 1 الفلوس اللي انا لميتها النهارده دي محدش يجي ناحيتها. الفلوس اللي انا لميتها النهارده دي محدش يجي ناحيتها. كفي نفسك. لا بس كفي نفسك. مستوره الحمد لله. مستوره الحمد لله. 3 2 هقول وانت اللي ورانا على طول ماشي. 3 2 1 لا يا بندق كفي نفسك. مستوره الحمد لله. لا يا بندق كفي نفسك. مستوره الحمد لله. جامد.
خلص التحدي يا جماعه، وخلص كمان كواليس الحلقه الاولى من مسلسل اقصى الشوارع. اللي حابب يتفرج على المسلسل كامل هتلاقوه جنب العنوان تحت كده، هتلاقوا بصوا في العنوان، عنوان الفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي جنبه في قناه اسمها كابتن ودراما بالانجلش، لو دوست عليها هيوديك على القناه على طول. روح اتفرج على المسلسل كامل، الحلقه الاولى نزلت خلاص جامده جدا، واستنوا الحلقه الثانيه يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 3. يا رب الحلقه تعجبكم، تعبنا جدا، عايزين لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.